هذا الرقصه سيدي الاصل ديالها من الجزيره العربيه. نهار هاج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه لمدينه تلقاو ليه الانصار بالجفوف، الجفوف ما الجفوف ديالنا، والمجاهدين تيحاربوا بالسيوف. هذيك المراه اللي كتجيبين السيوف كدلاله كعرض كدين على كيتبرزوا على هذوك الناس بجوج اللي كيلعبوا بالسيف. قلنا هذه الرقصه من الجزيره العربيه دخلت المغرب مع الفتوحات الاسلاميه. تيقولوا واحد الروايه شفويه بان سيدي محمد بن ناصر رحمه الله هو كان طالب العلم والحرفه ديالو نجار، كيدير تنجر، وجاب معاه هاد الصناعه ديال الجفوف من الجزيره العربيه لهنا لواد درعا. ولحد الساعه راه الجفوف اللي بغيت تدف الفري تيتصوب في زاويه سيدي علي. زاويه سيدي علي راه هي كانت قبل من الزاويه الناصريه، تنقولوا زاويه تمكاروت. تمكاروت هي الزاويه الاخرى. هذا هي باش قالوا باش جات هذه الرقصه لواد درعا باش تتلقى دروك كل المغرب تدخل لواد درعا من اكديز تيل المحاميد. رقصه دقه السيف موجوده في بعض القصور وبعض القصور موجوده فيهم الركبه، وكاينين عندنا 18 نوع ولا 19 نوع ديال الرقصات اللي عندنا في هذا الواحه. بالنسبه للرقصه ديالنا حنا بالنسبه لنا في كحي زاويه البركه مختلفه، لحقاش حنا من نهار نضنا لقينا الاباء ديالنا والجدود ديالنا كيديروا هادشي ديال هاد الرقصه مع السلطات المحليه، ودفعوا بزاف في هادشي وتمرسوا عليه مزيان، تمرنوا، وبقات هاد الرقصه ديما شويه متميزه على الفرق اخرين، حيت عندهم حافظين كيفاش يكونوا في المنصه، كيفاش يخدموا، كيفاش. اما الاغاني تقريبا راه نفس الاغاني، منين كتمشي الاغاني مشيت للمدح راه المدح بحال بحال، الريتاء، الصلاه على النبي، الذكر ديال الله سبحانه الا هو، كل مناسبه كتغني الاغنيه ديالها اللي كتجي مع ديك المناسبه اللي انت فيها. حنا كنحاولوا باش نقنوا هاد الدقه ديال دقه السيف وقلال كما خداوها الاباء ديالنا على الجدود، وحنا خديناها على الاباء ديالنا، كنتمناو باش نخليوها لولادنا ولا احفاد، ولكن تجي تتلقى صعوبات كثيره باش حيت تيشوفوا. دابا كنجي انا نقول لولدي اجي تدخل هاد الرقصه كيقول لك استفدت انت واستفدت جدي اللي كان فيها. نطلبوا من المسؤولين باش يلتفتوا ليه ويعطيه واحد القيمه، لحقاش راه التراث هو الجذور ديال المغرب، وحمدنا ربي وشكرناه بالمغرب راه عنده واحد الطاقم ذخير مزيان في هادشي ديال التراث الشعبي، من الامازيغي في العربي، عطى الله الطقوس ديال العرب ديال المغرب. حنا راه ما يمكن لينا نعيشوا بلاها. راه انا اعوذ بالله من قلت انا كعبد ضعيف، انا اللي خرج عليا من جميع الوظيفات هو هذا التراث. كنكون خدام في شي بلاصه يلا تتبي ترسم فيها ولا كتبي تشد فيها كيعيطوا لك تسمع هذا التراث بحال اللي ضرب لك شي ناقوس، كتخلي تسمح في الخدمه وتسمح في رزق ولادك وتتبع هذا التراث باش توصلوا، لحقاش خصنا نحافظوا عليه. وخلينا شحال من المسائل، ولكن الحمد لله واخا كاع خلينا داكشي الحمد لله كاين البركه حتى فيه. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.